الفترة المسائية للقاء الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم تنظيم حفل تكريمي لها تحت شعار تمكين المرأة من أجل ترسيخ الدولة الاجتماعية. وتميزت الأمسية بكلمة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة وكلمة المنتخبات وكلمة نساء فاعلات. اللقاء المسائي عرف أيضا فقرات تنشيطية وفنية ليختتم اليوم الحزب الجهوي للأصالة والمعاصرة برفع برقية ولاء للسدة العالية بالله. احتفال باليوم العالمي للمرأة هو تعبير صريح عن أماننا القوي بمكانة المرأة داخل البناء المجتمعي، ولعل شعار هذا اللقاء احتفالي تمكين المرأة من أجل ترسيخ الدولة الاجتماعية يؤكد لا محالة أن الجميع اليوم مدعو للمساهمة في المشروع الكبير للدولة الاجتماعية والذي يسهر عليه أهل البلاد عز الله وأمره. بباقة ورد عطرة معقودة بأحلى التهاني والأمنيات الطيبة إلى جميع نساء العالم ونساء شعبنا ونساء القوميات بوجه خاص بمناسبة يومهن العالمي للمرأة والمصادف 8 مارس 2020، متمنية أن تكون كل أيامهن أفراحا وسعادة ومحبة. وأتوجه بتهنئة خاصة إلى جميع النساء اللواتي تواجهن ظروفا صعبة في حياتهن وتمنع عنهن الحريات ونساء القطاع الخاص خاصة. ونحن فخورون بجميع نسائنا لدورهن المتقدم في المجتمع حاليا. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه.